أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر خطای در تطبیق باشه که اشکالی نداره، یعنی نیتش این بوده از قبل اون میتی که این پولو دادن بهش، فقط خیال میکرده اسمش علیه، اسمش دیگه بوده، اما اگه خطای در تطبیق نه فایده نداره. السلام عليكم جميعا. هذه الموارد مختلفة، مو كلها شكل واحد، مو كلها لها أحكام واحد، باعتبار اللوازم على الاصطلاح العلمي والملازمات والملزومات اللي تترتب على ذلك. قد يكون، أنا أكثر من مرة ذكرت أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في رسالته في التقية يقول هذه قد تكون واجبة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، يعني مو كل الشكل واحد وفي كل زمان ومن كل شخص، هذا يختلف. السؤال حول ترجمة القرآن الحكيم، هل يمكن قراءته الترجمة بقصد الثواب والقربة؟ الجواب لا إشكال قطعا في قراءة هذه الكلمات وإن كانت ترجمة، إنما الكلام إذا مثلا هل يساوي ثواب قراءة الترجمة مثلا مع قراءة نفس القرآن الحكيم؟ حتى من لم يمكن هم ثواب داره، لا، اما ثواب يقينا داره. كسي روايات اهل بيت را بترجمش نقل بكنه، چه اشكال داره؟ السؤال على أنه إذا قلنا بأنه هذا فيه شيء من الثواب ولا يوجد هناك رواية فيكون نسبة للدين وهذه بدعة. الجواب على أنه لا أقول أنه نفس الثواب، ولكن هناك ثواب قطعا لقراءة كتاب كلمات الله سبحانه وتعالى وإن كانت في لغة أخرى. السؤال هل يمكن جعل القرآن الحكيم على الأرض؟ الجواب إن كان إهانة فيشكل ولا يجوز إلا فلا. فتارة ترى أنه إذا كان يقصد بذلك فهو قطعا حرام أن يضع القرآن على الأرض مثلا، وإلا فيجب أن ننظر على أنه هل يعد هذا من العناوين العرفية أو لا. المرحوم الوالد رحمه الله لا تجعل مثلا أحد الكتب النحوية لأن فيه استشهادات كثيرة، شواهد كثيرة من القرآن والآيات الكريمة، فما كان يجعل الشيء على هذا الكتاب، فهذا اهتمام واحترام في محله. أما إذا كان حراما، إن كان توهينا فيعد حراما، وإلا فهي مصادق عرفية. نه ببینید دو تا هر دو، یکی قصد اهانت اگه داشته باشه این حرامه بلاش، اگه قصد اهانت نداشته باشه اما عرفاً. السؤال على انه مثلا يباشر الانسان زوجته مثلا امثال هذه الامور ومع قريب منهم القران الحكيم، الجواب هذه المسألة تختلف حقيقة. فاذا كان مثلا قريب من الشخصين فيعد هذا مثلا
حراما وإهانة، ويجب أن ننظر، وإلا فلا. إذا كان قصده هذا الشيء قصده فقطعا من المحرمات، وثانيا إذا كان هناك قصد إهانة عرفية. در جماعت اضافه رکن به خاطر متابعت امام اشکال نداره، عیبی نداره، مبطلم نیست، عیبی هم نداره، بلکه مأمور و مأمور. السؤال على انه في الجماعه ركع المأموم قبل الامام وكان هذا خطأ منه، ثم رفع راسه وذهب مره اخرى للركوع مع الامام، أليس فهل يعد إضافة ركنية؟ الجواب في الجماعة لا أشكال بهذا النحو، وهذا إنما كان من أجل المتابعة، الركوع متابعة. دوتا مسألة، هي مسألة كثير السفر وفي روايات كلمة، وهذا يسمى بالركوع المتابعتي. الفقهاء فرمودن برای تسهيل. اگر تو روايات ما دو تا عنوان داریم. السؤال ما هو مصداق كثير السفر وهكذا التوطن؟ الجواب هنا مسألتان. أولا كثير السفر فإنه لم يكن هناك في الروايات كثير السفر، وإنما ذكر الفقهاء للتسهيل، وفي الروايات لنا عنوان عمله السفر كسائق، والآخر عمله في السفر ولا يكون سائقا، وإنما مثلا محل عمله في مدينة أخرى فيلزم على أن يذهب كل يوم مثلا هناك ويرجع. هذين الفردين هما كثير السفر، وملاكه أن لا يبقى عشرة أيام في مكان واحد. أن لا يبقى مثلا في وطنه عشرة أيام، فإذا كان أحد عمله السفر من مدينة إلى مدينة أخرى، فعمله الأول سفره الأول لا يعد كثير السفر، ولكن الثاني نعم يعد كثير عمله كثير السفر. وهذا بالنسبة إلى مثلا من يذهب إلى مكان آخر لا يعد وطنه، فما هو الوطن؟ الوطن لا يذهب لا يبقى في مكان مثلا أو لا يقصد مدينة واحدة، كما إذا سافر إلى المشهد المقدس ولم يبقى في الطريق، بقي في عدة من المدن مثلا للاستراحة للصلاة للنوم مثلا، فلا يعد هذا توطنا. نعم وعليكم السلام. فيها هذا عربي بعده واضح، مو عربي مغلق. يوم القيامة، هذا مال يوم القيامة، الجن في الدنيا والإنس في الدنيا كانوا يخالفون الله، القرآن يقول هسه بيكم خير تقدرون هسه خالفوا، يرسل عليكم شواظ، شواظ عن شظية، شظية شظيات من النار، يعني في يوم القيامة واحد ما يقدر يخالف، في الدنيا كان يقدر يخالف ولا يعاقب حين المخالفة. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، عند يعني وقت، في الدنيا واحد شر من يسوي في نفس اللحظة لا يعاقب، أما في الآخرة لا. نعم.
اي لا لا على الاخر. شوفوا الروايات، روايات اهل البيت عليهم السلام، هذه في الاخر. السؤال أن القرآن الحكيم 114 سورة، لا يتمكن الإنسان أن يقرأ أربعة منها في القرآن في الصلاة في الصلوات لوجود السجود، لوجود السجدة الواجب. بسم الله لا قفت بشأسك، أما خذي مسألة بسم الله يهر سوري. والبسملة بالنسبة إلى البعض من السور واجبة أو لا، فما هو النظام؟ الجواب على أن غالب الفقهاء قالوا بأن البسملة تعد من الآيات، آيات نفس السورة، وغالب الفقهاء على هذا النظام. أما البعض القليل بأن بسملة كل سورة لا تعد خاصة بتلك السورة، مثلا إذا قال بسم الله بقصد أن يقرأ سورة مثلا قل هو الله، أو إذا زلزلت ثم قرأ البسملة، بشيء آخر ولم يبدأ بالزلزلة، مثلا قرأ بقول هو الله، فلا يشكل فيه. سوره قل هو الله در نماز آیات می چه بخونید؟ آیه اول بسم الله، آیه دوم قل هو الله احد، همینجور بسم الله توی روا. السؤال على انه اذا قرأت السوره بدأت البسمله مثلا في سوره الناس ثم عدلت عن سورة الناس إلى سورة الفلق، فالبسملة من سورة الناس تختلف عن البسملة من سورة الناس؟ الجواب هذا نظر عن من كان يقول بعدم، عند من يشكل في العدول. بنيتي قصيدة بعد قصيدة ديگر خوند حساب مشه قصيدة خوند يعني عرفا. هناك قصيدة نذكرها السيد المرتضى ويقول لا أشكال إذن في العدول. أو مثلا إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قل، إذا أراد أن يقرأ سورة الناس قل أعوذ بالفلق، بدل رأسه قل أعوذ برب الناس. خاص بك أعوذ برب الفلق، ولا إشكال إذن في قل في سورة الناس وقل في سورة الفلق. أمين. أخو دو تقول قينا همين بسم الله همين يقول قل نيات دوش أعوذ، فلا يعد عرفا هنا إشكال، لا يعد هنا إشكال في قراءة من العدول بين هذا وهذا، والعرف لا يرى اختلافا هنا. السؤال على أنه القصد يفرق المقام، الجواب لأن بأي دليل يكون القصد هنا مفرقا بين المقامين، وهذا يختلف عن مورد قصد الصلاة، فإن لم يكن هناك قصد للصلاة فلا يعد صلاة وعبادية الصلاة لم تتم. أما البسملة في هذه
السورة والبسملة في تلك السورة بنفس الكيفية، فلماذا لا يمكن عدول؟ لأن والعرف لا يفرق بينهما، وإذا ثبت ذلك فلا دليل لنا أكثر من ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم ها لا لا الظاهر ما يخالف، بس ذاك اللي ياخذ اذا ما يعمل شيء مقابل هذا الفلوس اللي ياخذ ذاك حرام عليه، اللي ينطي الفلوس ما له شاره اشكال ما بي، اما اللي ياخذ الفلوس اذا مقابل الفلوس فد عمل يسوي ما يخالف حتى ياخذ، اما اذا فد عمل ما يسوي لا تاكلوا وما لكم بينكم بالباطل. نعم أي. لا مشكلة، هذا مشكل مشكل إلا إذا يوافقون يتوافقون مع أرباب العمل. نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله. أي أي أي. يعني أي بشرط اللي وقت اللي ينوي بسم الله الرحمن الرحيم يقول يعني يجيب اسم الله أي 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 لا مي. لا لا مو حلال، إذا ما ناوي عليه مو حلال. لا وعليكم السلام. يعني شلون؟ إيه لا هذه أهانة لهم ما يجوز، إذا مبغضين لأهل البيت لا ما يجوز. لا شوفوا سئل حديث شريف أكو أحد أولاد أمير المؤمنين اسمه عثمان، واحد قال للإمام أمير المؤمنين إيش عجب سميته عثمان؟ قال عليه السلام سميته عثمان على اسم عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون واحد من خيار أصحاب رسول الله، اللي في الحديث الشريف مات في زمن رسول الله عثمان بن مضعون، ورسول الله حضر عند موته وقبل جبهة الميت رسول الله، وبعدين من دفنه رسول الله صلى عليه وترحم في الصلاة عليه ودفنه، بعدين إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من مات النبي قال ادفنوا يم عثمان بن مضعون، أمير المؤمنين قال سميت اسمه عثمان، هو مفد عثمان على اسم عثمان بن مضعون، فإذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو غير أمير المؤمنين من الأئمة عليهم السلام سموا بعض أصحابهم على أسماء بعض أولادهم على أسماء مبغضي أهل البيت مو على مبغضي أهل البيت، على نفس الأسماء لغير مبغضي أهل البيت. هذا في القرآن أكو ظاهر وأكو تفسير أكو تنزيل وأكو تأويل، أربعة أشياء أكو في هذه الآية. النعيم في التأويل ولاية أهل البيت عليهم السلام.
السؤال حول يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالحسنات مع السيئات في حالة من التضاد، فلا يمكن أن تبدل الحسنة بالسيئة. الجواب هو إنما عمل الله سبحانه وتعالى ومن لطفه من كان يطيعه إذا أخطأ، فالله سبحانه وتعالى لا أنه لا يعتد بخطئه وهذه سيئة، وإنما يبدلها إلى حسنة، ولا تناقض من الله سبحانه وتعالى في المقام، بل لطف من حيث يبدل بينهما. أحسنت بشكوف هديا بشدار وإن سبب إن شد كإن دوزي أز دوزي دست برداره. فإن جاء مثلا سارق إلى بيت زيد وقال زيد السارق أحسنت وجزاك الله خيرا وأعطاه هدية مثلا، فكان سببا لأن يرفع اليد هذا السارق من السرقة ويغير عمله ولا يسرق من بعد، فهل يعد هذا من باب يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ مثلا أحد العلماء مثلا قال لهذا السارق هدية وقد بدل سيئته إلى حسنة، فالهدية تعطى لمن أحسن وجاء بعمل حسن، فهذا إنه من فضل الله ولطفه سبحانه وتعالى. السؤال حول بعض الأنبياء الذين ذكروا في القرآن والبعض آخر مثلا ذكروا أوردهم مثلا المجلس في البحار. فكيف كان هؤلاء 124,000 أين كانوا؟ يعني بيشذين روايات خود قرآن کریم فرموده او یرسل رسولا گاهی خدا وحی میکرده، یعنی به دل طرف مینداخته، مثل اوحینا الی ام موسی. فمن هؤلاء و اين كانوا و كيف كان عددهم و تواجدهم حيث كان بنو اسرائيل يقتلونهم، فهل كانوا بهذا العدد حيث يقتلون كل يوم من هذا العدد 170 من الأنبياء؟ الجواب على أنه القرآن لم يذكر عددهم، في بعض الروايات يذكر على أنه 70 نبيا ولم يذكر عليهم في كل يوم، وهؤلاء هل جبرائيل كان ينزل على أي عدد منهم أو بأي كيفية؟ هذا يختلف، ولم يحصل لنا أو يظهر لنا الكثير من هذه المعاني، نقول فيما وصل لنا من الروايات المباركة. حتى بين ركعات، يعني بين هر دو ركعات بره تجديد وضوء كنه بغذا بخوره آب بخوره ظاهرا اشكال نداره. يعني اشكال حول صلاة ليلة الرغائب وكيفية اتيانه، هل يتمكن الإنسان أن يجلس يتكلم بين الركعات مثل مثال هذا يمكن أو لا؟ الجواب في المستحبات هناك نحو توسعته، فلا إشكال عادة في المستحبات من باب التوسع. نعم الأفضل على أن لا يتكلم، على أن لا يأكل بين هذه مثل الركعات شيئا، ويعد مع كل هذا عملية الرغائب. السؤال حول قضاء صلوات الأب، فإن كان متعمدا في تركها هل يجب على الولد الأكبر القضاء؟ الجواب هناك اختلاف، قال البعض بالوجوب وقال الآخر لا غير الوجوب. إن
أي حسب هذه الرواية إيه، بس هذه الرواية مرسلة حسب هذه الرواية. نعم هالشكل. أي نعم أي أي إذا مسؤولك المسؤول اللي مسؤول عند الحكومة عند القانون إذا يجوز لك ما يخالف. أي ما يخالف. أي ما يخالف ما يخالف. سلام عليكم. ها شوفوا عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله قطعية بلا شك. عد ضالا يؤول يعني يراد بضالا يعني لو ما أن الله عز وجل هداك أنت من عندك ما كان عندك شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كل ما عنده من الله. ضالا يعني لولا أنه الله عز وجل أعطى لرسول الله العلم وكل شيء هو من عند ما عند شيء رسول الله. ضالا بهذا المعنى، مو بمعنى الضلالة يعني عدم الهداية. نعم أي. شفاعة في الآخرة. أما ولا يشفعون آية أخرى، يعني من آيات القرآن من بعضها نستفيد بعضها الآخر. ولا يشفعون إلا لمن، يعني شنو؟ يعني أكو بعض الناس الله عز وجل يرضى أن يشفعوا إلا من رسول وإلا لمن ارتضى. آية أخرى يعني الشفاعة بحاجة إلى الإذن من الله عز وجل يوم القيامة. بل يوم القيامة الله أذن لفاطمة، الله أذن لفاطمة سلام الله عليها. الله حتى يأذن للمؤمن، واحد مؤمن خير بالدنيا الله يأذن له بالشفاعة، يشفع لأقربائه، يشفع تلاميذه، يشفع الأصدقاء، جيرانه. السؤال حول أصحاب الإمام الحجة عليه السلام. في بعض الروايات المذكورة لهم عددهم 313 أصحاب، فهل كلهم من الرجال أو لا؟ الجواب أن يظهر بعض الروايات على أن بعض من أصحاب الإمام عليه السلام أيضا من النساء، ولكن هذه الروايات لا تكون من روايات الأحكام، فلا يلزم على أن نبحث ونجد الصحيح منها وصحيحة السند وأمثالها. الأحكام الإلزامية يجب أن يكون سند صحيحا والأمور بنسبة جيدة حتى يحكم وينسب إلى الله سبحانه وتعالى. هو ضمير مذكر غايب. السؤال حول معنى كلمة هو. ها؟ لا. هو ضمير مفرد مذكر غائب. السؤال هل يطلق على أمير المؤمنين عليه السلام؟ الجواب لا يطلق على أمير المؤمنين إلا إذا كان هناك دليل. وليس لنا دليل. هو ضمير. هو ضمير. وهو حامل ابنه. مثلا جاء زيد وهو حامل ابنه. يعني زيد. هو أي بأي معنى؟ بأن يكون هو زيد. فقد يكون يرجع إلى زيد وقد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهو معكم. هو معكم يعني منه؟ يعني الله.
أي الله سبحانه وتعالى معكم، فضمير غائب مذكر مفرد يرجع إلى من ذكر قبل ذلك. قد يكون الله سبحانه وتعالى وهو معكم، وقد يكون شخص جاء زيد وهو حامل ابنه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.